أحد بغير كل شيء أصير كل هبة عندي أنا كذي تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حجي كادري يعني هي اللمة واللمة ملتمة مجموعة لو حبيت كل شيء المعنى والكلمة الفكرة والبسمة عشان أهلك Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Happy birthday. لا 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 نغني حق أسرار وريفيس. يلا سلم عليكم. لا ما يصير نغني حق ريفيرز وأسرار. لا ريفيرس لا ريفيرس واسرار ريفيرس لا ريفيرس واسرار حاليا ريفيرس يلا احنا نبلش احنا نبلش بالكبير بعدين المذيع يلا هابي بيرثدي تو يو ريفيرس هابي بيرثدي تو يو يا حمود هابي بيرثدي تو ريفيرس هابي بيرثدي تو يو سنه حلوه يا حمود سنه حلوه يا ابو جويس سنة حلوة يا ريفيرس شربكة انت قاعد في امريكا واحنا قاعدين هنا خلنا نروح عندك يلا روح عندك ايوه احنا قاعدين بالكويت احنا ما بنهد الكويت احنا قاعدين بالكويت عشان نسوي لك عيد ميلاد يا حبيبنا يا ريفيرس كل عام وانت بألف خير ميلادي تذكرة حقنا كلنا نروح لامريكا لا اكيد احنا مجهزين له شيء بس احنا وين واي ولا تر لا لا وين ما حد نطرين. ما حد تو واي نروح امريكا اللي روح وين واي ما يبي تو واي طبعا مشاهدين احنا اليوم ما شاء الله عندنا عيد ميلادين يعني عيد ميلاد اسرار وعيد ميلاد ريفيرس احنا بلشنا بعيد ميلاد ريفيرس لان مخرجنا وحبيبنا واخونا طبعا لانه هو الكبير الحين الصغيره طبعا اسرار نبلش بعيد ميلادها ونغني لها يلا واحد ما نغني لها الحين يلا يلا ما راح نغني لها الحين بعدين خلاص هابي بيرثدي تو اسرار هابي بيرثدي تو اسرار بعد شوي لان بعد شوي بنغني لك بنسوي لك لويا بنسوي لك اليوم طبعا خرحب يلا مساكم الله بخير شباب وبنات اليوم الحلقه فن ما عندنا موضوع يعني اليوم خميس بس الصدق اليوم الثلاثاء شوف الشباب سبحان الله اليوم ثلاثتنا انقلب الفيسبوك على اسرار انقلب الفيسبوك ايوه عاش الفيسبوك يحيى الفيسبوك يلا تبي تتواصل معنا بس يقول تواصل معنا عندنا جادرينج شو هذه صفحتنا بالفيسبوك عندنا اد جادرينج شو هذه صفحتنا بالتويتر اليوم حلقتنا وايد راح تكون حلوه ليش لانه مناسبه عيد ميلاد ريفيرس طبعا كل عام وانت بخير ومناسبه عيد ميلاد اسرار اختنا صديقتنا بعدها كل عام وانت بألف خير الله يخليك الله يسلمك راح نستانس طبعا مع بعض بهالمناسبه الحلوه ما راح يكون عندنا موضوع سياسه ما راح يكون عندنا شيء ان شاء الله باكر عندنا مواضيع وايد انسانيه باكر موضوعنا وايد انساني طالبتك فيه وايد طالبنا فيه وايد مستانسين بالفيسبوك هي موكس سياسه اليوم اي ف زين راح نستانس يعني انت وسولفه ولا تاخذ تشوف شو اسمه زين انت شو اسمه حرام علشان ناس زين هذا اوامر عليا عليا نقول له زين كاميرتنا بس يا ريت بدور يرحب بليز يعني شنو على شنو؟ رحب جمهورنا شيك اي كل عام وانتم بخير وان شاء الله عبال الف سنه كل عام وانتم بخير كلهم بخير مساكم الله بالخير شباب بنات اليوم نفس ما قلت لكم انا تو بالفيسبوك ماكو سياسه اليوم ماكو اليوم يوم بوفيه مفتوح اليوم بوفيه مفتوح بوفيه جادرينج اليوم راح وين تب الكنتاكي راح نستانس وراح تبين هديه كنتاكي؟ ايه فالك بالكنتاكي عيل صدق طالبه كنتاكي؟ لا ها يعني ايش رايكم؟ اثنين فاليوم راح نستانس جلازه وين كنتاكي؟ خلوا يمتن معاك كنتاكي حبيبي جاي تو يو يا اسرار حبيبي جاي تو يو يا اسرار حبيبي يا حلوة يا سلام يا حلوة يا
سامي يبهني يبهني يا اسلام الله كنتاكي هذا اغرب واحد كيكه موجوده شعار كنتاكي شوفوا لبسه احمر شوفوا شوفوا هني شوفوا هني من يبي فقط من يبي صدر من يبي لا والله العظيم ملامه هيك ريحتها دياي ولا يتهيأ لي؟ شو ريحة دياي؟ لا لا ريحتها مو دياي والله العظيم ملامه هينة هذه الكيكة خلي نسوي ندور من جاذرينج خليها خليها هذه انا هذه هذه الامير راح يصير مطري 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 ما راح شيء كهني كيف سي وهني اسراره ايوه بس انا ما احب الرجل انا احب الورك اقول زين لفيها منال طبعا مشكوره وايد 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 حبيبتي منال خلاص يا سيرة النوايا الحسنة وسنة حلوة عليك وإن شاء الله يا رب سنة حلوة سنة يا يسوع لحظة لحظة تتكلم سنة حلوة يا إسرار إن شاء الله إن شاء الله يا رب السنة الجاية نفرح فيك وأنت عروسة الجامعة وعروس فرحوا قولوا شيء حلو أفتح مطعم كنتاكي أسوي صفقة شيء زين في شيء أخذ وكالة كنتاكي في شيء ثاني هذه الهدية من وحده وايد 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 انت تحبينها وتموتين فيها واقرب صديقه حقك بالدنيا منو ماماتك قولي والله والله امس قولي ترى ما في هديه حياتي ما راح ابطلها الحين راح ابطلها لا بطلها بطلها انا اذا فرضا اشياء خاصه اكيد بفتح سياره اول شيء قبل ابطلها ادري انها راح تكون حلوه لان من امي طبعا قلت قريب الكيكه هذه احلى كيكه وصلتني زياره المدرسين خلينا نشوف شنو زين لا ما نزل الكاكه حسبناها ثانك يو مامي الحين ببطل الهديه لا بعد مو بس امي هذه ورقه وكاله في هديتين ماما لا لا عيل مو مفتاح سياره كل عام وانت بالف خير يا احلى سنسونه ماما امل طبعا ما كان له داعي تكتبين سنسونه لان انا امي تناديني سنسونه في البيت فراح نبطل الهدية لا خليها بطليها بعدين اي ايوه شوف الثانيه شوف الثانيه والله الثانيه وناسه كل عام وانت بخير اختي العياره من اختك منار الحجي طبعا اختي عندي اخت اذا ما تعرفونها شوف ريو غير ايش رفعت لك منيو كنتاكي منار حبيبتي مشكوره وايد بما ان انا امس عطيتها اخر فرصه لان هي وايد تتهاوش وياي فقلت لها هذه اخر فرصه لك انك تتهاوشين معي اي فرضيت عليك وايد وانا ترى جاذرنج هم يستحقون هدايا يعني مو بس هي الكيكه من منال لا لا الكيكه مو مني الكيكة من ميمي وأنا سويتها عندي فكرة منو فكرة منو إحنا هي فكرة فكرة نواف إيه بس صناعة منو بس صناعة صناعة كيك كيك أن بيك إيه يعني من أنا فقرة التكنولوجيا وأحب البيتزا شو تسوي لي مثلا نشوف البيتزا ونحط فيها تشيب يلا 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 سريعا خلنا نشوف التقرير السريع هذا يلا 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 حداد كل عام وانت بخير وكل سنة وانت طيب وكل سنة وانت أبونا انت مو شايب يعني بس انك كل سنة وانت أبونا اللي تعلمنا الغلط من الصح اليوم عيد ميلادك احنا مستانسين لنا عيد ميلادك وعيد ميلادي اليوم بس كان المفروض انك تكون ايانا بالكويت ما تكون مسافر بس دام انك مستانس احنا مستانسين وان شاء الله تكون سفرتك حلوة وتعتبره شهر عسل وتستانس وتغير جو لانك انت سنة كاملة تعبت ويانا وصدق يعني طلعناك من طورك فبالذات انا فاحب اقول لك كلام انت بخير وادري وايد تعبتك انا وياي وان شاء الله تعلمت من الغلط اللي انا اسويها وانت الحين قاعد تعلمني الصح من الغلط فكان ودنا انك تكون ويانا وان شاء الله تكون سنه حلوه والله يخليك حق بنتك ميمي الحلوه اللي هي ماريا مو مريم مالتنا وكل سنه وانت احسن مخرج عندنا في العالم وما راح اشوف مخرج نفسك ترى وبس وكان زين كنت ويانا كلنا فاقدينك هاي ريفرس شلونك شخبارك هابي بيرثداي تو يو وكل عام وانت بخير ولك طول العمر ان شاء الله وان شاء الله ترد لنا بالسلامه يا رب انا قلت لك طول العمر اي اوكي ان شاء الله يا رب السنه الجديده تكون سنه خير عليك وحلوه وتحقق كل شيء ما حققته السنه اللي طافت طبعا انا من قبل ما قدرت اقول لك اياها بس الحين اقول لك اياها على التلفزيون على الهواء مباشره ثانك يو وايد على كل شيء سويت لنا اياه و you are my best friend وايد وايد أثق فيك والله يوفقك يا رب وترجع لنا هني بجاذرنج كلام تبخير
ريفرس حبيبي يعطيك ألف عافية. طبعا أنت أخوي حبيبي رفيقي كل شيء بصراحة بالنسبة لي بحياتي العملية وبحياتي الشخصية. أنت يعني ماخذ حيز كبير. ليش؟ يعني أنا مو من النوع اللي أقعد يمك وأقول لك أنت حبيبي وأنت ما شنو وألمك وأبوسك. أنا ما أعرف أسوي شيء، ما أعرف أعبر عن مشاعري، بس يعني الله شاهد وأنت أكيد تدري بيني وبينك ساعات تصير مسجات. أنت تدري غلاك عندي ومحبتك عندي ومعزتك عندي كافي. لما نيت لي قلت لي بعد 6 شهور نواف راح تنجم وتصير، وأنت عارف هذه السالفة. فيعطيك ألف عافية. وبمناسبة عيد ميلادك شو أقول لك؟ يعني لو أجيبك الدنيا وأعطيك إياها، أنا ماني قادر أجيب الدنيا أعطيك إياها، بس أقدر أقول لك كلمة. كل عام وأنت بألف خير، يا رب يحفظك ويخلي لك بنتك وإن شاء الله يلها إخوان، ويخلي لك زوجتك ويخلي لك كل اللي يحبونك إن شاء الله، وأنا بصراحة منهم. وشرف لي بصراحة أن أنا أشتغل تحت إيد ريفرس. يعطيك ألف عافية. مثل ما نجمت غيرنا إن شاء الله راح تنجمنا، وإن شاء الله راح تنجم غيرنا بعد. فش أقول لك بهذه المناسبة الحلوة، يمطيك ألف عافية مثل ما تبيني أقول لك بالعراقي وأنت تجي تضحك معاي. أنت الأخ، أنت بصراحة دائما أقولها صاحب كاريزما خاصة. زين ماني شايفها غيرك يا أخي، حتى لما أقولها بصراحة لما تسبني أتقبلها منك. ليش ما أدري؟ هذا السحر وهذا الكاريزما اللي فيك. الله يتمم عليك إن شاء الله، وهذا نجاح لكل راح يعني يحاول يأخذ منك، بس يحلمون الناس ما يقولون. فالله يوفقك إن شاء الله. بس في شغلة واحدة يعني هو اللي خرب عيد ميلادك كله، أسرار بنفس يوم عيد ميلادك. يعني شوف لعقتك حتى بعيد ميلادك، فأكيد هم أسرار نوجهها تحية. بس أنت لك أكبر التحية، هي عادي نتهاوش معها وكذي مو مشكلة. فيعطيك ألف عافية والله يوفقك إن شاء الله، وكل سنة تبقى ريفرس الناس ما عهدناك وعرفناك وبس. هابي بيرثدي تو يو ريفرس، وكل عام انت بخير والعمر كله يا رب، ونكبر بعينك وتكبر وكل مالك تصير مخرج اكبر واكبر واكبر، ونكون احنا مع بعض ما يفارقنا الزمن. واحبك وايد، كنت محضر كلام وايد ابي اقوله بس كله تطشر من راسي كله راح. فاللي حاب اقول لك اياه ان انت اخوي وابوي على قولة اسرار، مع انك مو كبير بس حسبة ابونا، وانت شيء وايد كبير بالنسبة لنا. فكل عام وانت بخير، والله يخلينا لك ويخليك لنا يا رب مع بعض ما يفرقنا شيء. وبس ما ادري ايش اقول بعد. فهابي بيرثدي تو يو ريفرس، ويعطيك العافية. كل عام وانت بخير، هابي بيرثدي تو يو، ان شاء الله ترد بسلامة، ناطرينك. خير ريفرس، وهابي بيرثدي تو يو. اهداء حق ريفرس حبيبي هوايا طولت، تعال اشوفك. هلا هلا هلا، قلدوا قادرين. احنا الهيلق، اتحداكم تقلدونا. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا سيجمنت جادرين، سنه حلوه يا جميل. تيراتا يلا باي باي. لحظة نطلع وخلا خلص يلا. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to reverse, happy birthday to you. زين أيديها. دن دن دنا دن دن دنا دن دن دنا دناو دن دن دنا دن دن دنا دن دن دنا دناو. كل عام وانا بخير.